ناس كتيره بتربي حيوانات اليفه في بيوتهم هذه التربيه بتحتاج لرفق شديد واهتمام بالحيوان والحفاظ على حالته الصحيه وده جانب مهم جدا من كام يوم كان في واقعة شهيره جدا في احدى المستشفيات البيطريه الحكوميه في مدينه بنها في محافظه الاليوبيه تم اجراء فيها عمليه جراحيه استغرقت حوالي ساعه ونص لاستخراج حوالي أربعة كيلو حبال من داخل بطن خروف لكنه الحمد لله فضل عايش عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن الرفق بالحيوان وازاي العمليه دي تمت ده حاجه مهمه جدا معانا طبعا الدكتور عبد الحليم القصبى استاذ الجراحه والتخدير بكليه الطب البيطري بجامعه بنها عشان يكلمنا عن كل هذه التفاصيل يا دكتور صباح الخير صباح النور اهلا وسهلا بك في البدايه عايزين نعرف ازاي العمليه دي تمت هو ده عباره عن خروف كان عنده مشكله انه بقاله فتره طويله قاطع الاكل صاحبه راح بيه لكذا مكان عشان يفحصه آه لانه ما بيزيدش وبدا يقطع اكل تماما م. حتى في بعض الناس هو كان, كان عنده في البيت يعني اه كان عنده في البيت اه مربيه آه. في البيت عنده آه بعض الناس حتى نصحته ما تذبحه وخلاص فالراجل قال لا ده هو ما ينفعش ما فيش فيه لحم اصلا آه آه لازم نشوف ايه المشكله فجابه لنا فعلا آه عملنا له موجات فوق صوتيه فحصناه فحص شامل آه وجدنا ان هو بالع كميه كبيره جدا من آه الحبال والاكياس موجوده داخل الكرش بتاعه بدانا ناخذ قرار ان احنا هنخضر الحاله ونعمل لها عمليه جراحيه بالفعل عملنا ده بدانا نختار تخدير مناسب لان الحاله الصحيه للخروف كانت سيئه لانه بقى له اكتر من خمس ايام قطع اكل تماما خضرناه بطريقه مناسبه وبدانا نفتح فوجئنا بكميه كبيره جدا من الحبال والاكياس المتحجره داخل الكرش بتاعه بعد ما خرجنا الكميه دي وزناها بالفعل طلعت اربعة كيلو ونص بعدها الحمد لله قفلنا الجرح بتاعنا وعلقنا الحاله محاليل والحمد لله هو فطور التعافي دلوقتي الحاله بقى لها اربع ايام طيب آه بدات ب... بالنسبة ترجع بالنسبه صح... لصاحب الخروف نفسه يعني ازاي كان سايب الحاجات دي قدامه كده؟ آه هو الراجل بيقول انا ما كنتش سايبها ولا حاجه آه. هو مربيه في مكان بيحطوا له اكل من ضمن الاكل آه ان بعض الناس بترمي في المكان ده كياس وحبال آه هو مش واخد باله ان الخروف بياكل الكلام ده آه هو مربي كميه غيره لكن ده الوحيد اللي كان كميه كبيره جدا من الحبال. <applause> لما قطع الاكل بدا يتحرك بيه، لكن هو مش طبيعي طبعا ان احنا بنحط الاكياس او الحبال للخرفان او للحيوانات المختلفه يعني. <applause> هو للاسف يا دكتور احيانا الناس اللي بتربي حيوانات يعني ماشيه او حتى يمكن حيوانات اليفه في البيت او حاجه لازم يهتموا بنظافه المكان اللي بيبقى قاعد فيه الحيوان لانه ده بيؤثر على صحته بشكل كبير جدا كمان ده جزء رئيسي فعلا من الرفق بالحيوان ان انا اختار له مكان مناسب للتربيه ان انا اعرف كيفيه التعامل معاه ان انا اعرف اجراءات الصحه العامه ان انا اعرف لو حصل اي مشكله ازاي اتحرك بيه وازاي الجا للطبيب البيطري المناسب عشان يبدا يعمل لي التدخل المناسب للحاله بتاعتي هو كل الفكره ان هو اعتقد انه قطع اكل نتيجه ان جسمه دافي او محتاج فتح شهيه فبدا يستخدم بعض العلاجات لكن الحاله كانت كل مدى ما بتسوء. لما بدانا نفحص الحاله فوجئنا أنه هو محتاج تدخل جراحي مش محتاج علاجات خالص بعد ما فعلا عملنا العمليه الجراحيه واخرجنا الكميه الكبيره جدا من الحبال والكياس اللي موجوده داخل الكرش بتاعه بدا يتعافى وبدا ياكل وبدا يرجع للصحه الطبيعيه بتاعته تمام مم. القصه كمان مش قصه الخروف القصه في انسانيه هذا الرجل في التعامل مع الحيوان هو فعلا الرفق بالحيوان ده من الحاجات المهمه جدا يعني الفكره ان انا بربي حاله فلازم اكون عندي رحمه بيها توفير الاكل المناسب وتوفير الميه وتوفير البيئه المناسبه من الحاجات الرئيسيه في تربيه الحيوانات يعني مش بس حيوانات الفود انيمال اللي هي الغنم والخرفان والكلام ده لكن كمان في التعامل مع الحيوانات الاليفه انا لو عندي قطه او كلب بربيهم في البيت لازم اتعامل معهم بشكل معين لازم اوفر لهم بيئه مناسبه آه لازم آه اعرضهم للفحص الدوري او اديهم العيادات البيطريه عشان اطمن على الصحه العامه بتاعتهم، لان هم مش بس حيوانات متربين في البيت، هم كمان ممكن يكونوا آه عرضه ان هم يصابوا الامراض، والامراض دي في جزء كبير منها ممكن ينتقل ينتقل الإنسان للانسان. مم. مم. آه احنا لما بنحافظ على صحه الحيوان في المقابل كمان لازم نحافظ على صحه الانسان، لان اي مرض هيصاب بالحيوان هيبقى عرضه انه يتنقل للانسان خصوصا لو الحاله دي متربيه عندي في البيت. مم. طيب بما ان احنا في فصل الصيف دكتور والناس اللي بتبقى مربيه حيوانات اليفه وتحديدا اللي بيبقى مثلا سايبينهم بره البيت شويه في جنينه في البيت او حاجه شويه ممكن يبقى في يظهر بعض الحشرات التعامل عامه المفروض نتعامل مع هل التعامل مع الحيوانات الاليفه بيختلف مثلا من فصل الصيف لفصل الشتاء هل في طريقه تعامل معينه في فصل الصيف مختلفه عن فصل الشتاء. في فصل الصيف بالذات انا لازم اوفر الرعايه المناسبه للحيوان بتاعي لان الحشرات بتنتشر بصوره عاليه جدا في فصل الصيف عن فصل الشتاء. فلازم اعرضهم للفحص الدوري، لازم ياخدوا جرعات مستمره من الحشرات والديدان عشان احافظ على الصحه العامه بتاعتهم، لازم باستمرار يكون الميه متوفره قدام الحيوان بتاعي، ما ينفعش ان انا اسيب حيوان في ظل الحر اللي احنا فيه ده مش متوفر قدامه ميه مناسبه ولا اكل مناسب الفحص الدوري ده بيساعد ان الحيوان يكون دايما باستمرار نظيف ما ينقلش امراض للناس المتواجدين معاه في المكان خصوصا الحيوانات بتاعه التربيه المنزليه بالاضافه كمان لحيوانات الشارع الرحمه مطلوبه مع حيوانات الشارع ده مهم جدا طبعًا. ان انا ممكن سهل جدا ان انا اوفر قدام البيت عندي ميه او اكل ماوى لحيوان الشارع انه ياكل هو مش محتاج غير اكل وشرب محتاج تعامل برفق الجزء ده مهم جدا لان بيجي حالات كتير جدا مصابه معرضه لكسور معرضه لاصابات نتيجه ضرب او تعذيب في الشارع فالجزء ده من الحاجات اللي احنا لازم نوعي الناس ليها ان التعامل مع الحيوانات لازم يكون برفق طيب حضرتك اكيد عملت عمليات كتيره طبعا اه كتير انت. جدا ايه اغرب اغرب العمليات أو أصعبها؟ آآ آآ اصعب العمليات هي عمليات الكسور خصوصا لو حجم الحيوان صغير احنا كنا عاملين كسر في عصفور استرالي ده كان وزنه 100 جرام فكانت دي من العمليات الصعبه جدا لان حجم العظم صغير جدا مم. هو تعرض لخبطه من طائر تاني فادى الكسر في العظمه والعظمه بقت راكبه فوق بعضها تماما فكان لازم تتعرض لجراحه وتثبيت داخلي طبعا الحجم الصغير ده بيحتاج تخدير مناسب بيحتاج تدخل مناسب فبفضل الله عملنا له تخدير اخترنا طريقه معينه لتثبيت العظمه وبعد التثبيت بشهر رجع الحيوان يمشي على رجله طبيعي تماما برضو في بعض الحالات الصعبة زي كسور الحوض وكسور العمود الفقري ده التدخل الجراحي فيها من الحاجات اللي بتبقى صعبة لكن بفضل الله بيرجع طبيعي لأن الحيوان نتيجة التعرض لخبطة على منطقة الحوض أو على منطقة العمود الفقري ده بتأثر على الحركة تماما يعني بتعرض الحيوان للشلل بعد ما بنعمل التدخل الجراحي المناسب بيرجع يتعافى ويمشي طبيعي تماما طيب فكرة تدريب الحيوانات يا دكتور وفكره التعامل مع الحيوانات اعتقد ان الحيوانات برضو يعني بيبقى ليها زي البني ادمين كده مش هنقول طبعا سيكولوجيه ولكن هنقول ليهم مثلا وقت او في حاجات بتعصبهم في حاجات بتستفز الحيوانات في بعض الاحيان فكره التعامل تعامل الإنسان مع الحيوان عامه ولو هنتكلم على حيوانات طبعا الشارع تحديدا القطط والكلاب وما الى ذلك ايه الطريقه خلينا نقول المثلى اللي ممكن البني ادم يتعامل بيها او الشخص يتعامل بيها مع حيوانات الشارع بشكل عام. آه يعني ايه المفروض ما يعملوش؟ ايه الحاجات اللي ممكن آه عادي يعملها؟ ايه يتعاملوا ازاي؟ لان في بتخاف جدا. آه هو حيوان الشارع ما بيهاجمش حد. آه حيوان الشارع مش محتاج غير اكل مناسب وشرب مناسب، هو لما بيقرب منك هو محتاج اكل او شرب. آه هو مش جاي يهاجمك. آه دايما البدايه بتبقى من عند الانسان، يعني لو كلب هاجم حد بتبقى البدايه ان هو تعرض للعنف او تعرض للضرب. فدايما بيبقى خايف منك فده رد فعل لكن هو التعامل الامثل مع قطط وكلاب الشارع ان انا لو شفت قطه او كلب لهم اكل او شرب على قد ما اقدر مه. لو حسيت ان في حيوان منهم تعبان او عنده مشكله اقدر اوديه لاقرب عياده واقرب مستشفى بيطريه بحيث ان احنا نشوف التدخل المناسب لان احنا بنجيلنا حالات كتير جدا معرضه للجروح ومعرضه للكسور نتيجه التعامل بعنف في الشارع الجزء ده لو حد عنده رحمة وخد الحيوان وده أقرب عيادة أكيد العيادة مش هتتأخر أنها توفر له الرعاية الطبية المناسبة فبالتالي حيوان الشارع مش محتاج غير التعامل برفق من خلال توفير الأكل وتوفير المية وفي بعض الأحيان في فترة الحر ده أنا لو فتحت باب البيت والحيوان دخل وتحرك هو عايز مأوى بس في فترة الحر أو في فترة ال... ممكن تكون خايفة من أمراض من حشرات هو ده بالنسبه لحيوانات الشارع فعلا موجود لان الحيوانات بتاعه الشارع مش مطعمه محتاجه تعامل بطريقه معينه لازم اكون انا برضو واخد حذر منها لان الحيوان مش مطعم سهل انه ينقل الامراض عكس حيوانات البيت التربيه المنزليه لا هو في بيتي فانا مطعمه منظفه وما فيه حشرات لكن حيوان الشارع محتاج تعامل بطريقه معينه عشان كده في بعض الاحيان بنلجا ان احنا نوديهم شيلتر معين هو اللي يبقى مسؤول عنهم ماوى خاص بيهم لأن في بعض الناس فعلا بتخاف منهم في بعض الناس بيبقى عنده فوبيا من التعامل صحيح. مع الحيوانات ده احنا مش بنقول له معهم معاهم له بس حاول انك ما تأذيهمش مم. يعني انت ما عندكش القدره انك تتعامل معاهم لكن برضه في المقابل ما تأذيش حيوان الشارع. طيب بنشوف في بعض الاوقات الحيوانات الأليفة عينيها مدمعة كده فبعض الناس تكتب بوستات وتقول ان ده حالته النفسية متأثر بموت مثلا أخوه أو أمه أو مثلا صاحبه بيعامله وحش هل الكلام ده حقيقي فعلا؟ الحيوانات دي طبعا بتتاثر وعندها نفسيه قويه جدا وبقى مرتبط بصاحبه ارتباط شديد يعني في بعض الحالات لو لا قدر الله صاحبه توفى او تعرض لحادثه ممكن يقطع اكل لفتره طويله او ما يخرجش او ما يلعبش او ما يتحركش هو عنده نفسيه زيه زي, زي البني ادم وعنده وفاء شديد جدا للحيوان بتاعه للانسان بتاعه صاحب الحيوان هو اللي بيوفر له الاكل، هو اللي بيوفر له الشرب، هو اللي بيوفر له العلاج المناسب، هو اللي بيلعب معاه، فبالتالي عند تعرض صاحب الحيوان ده لاي مشكله بتلاقي ده بياثر بالسلب على نفسيه الحيوان، بتلاقي الحيوان مايل للعزله، ممكن بعد ما صاحبه يجرى له حاجه تلاقيه ما بيتحركش، ما بيخرجش، ما بياكلش، فالحيوان بتاثر تاثير قوي جدا نفسيا بالحاجه اللي بيتعرض ليها صاحبه. الدكتور دكتور في ناس بيبقى عندها آه هوايه كده انها تقتني الحيوانات خلينا نقول اللي احنا مش متعودين ان احنا نقتني الحيوانات الغريبه او مش الغريبه يعني آه حيوانات مفترسه او حتى لو طيور جرحة وجهه آه نظر حضرتك شايف ايه افضل الحيوانات اللي ممكن نقتنيها في البيت او تبقى عندنا موجوده في البيت وايه الحيوانات اللي بتنصح انه بلاش هو في افضل الحيوانات طبعا القطط القطط من أفضل الحاجات اللي أقدر أربيها في البيت، لكن في بعض الحيوانات بيبقى صعب التربية بتاعتها داخل المنزل زي الكلاب اللي أحجمها كبيرة، يعني أنا ما أجيبش كلب حجمه كبير، الكلب ده محتاج مساحة كبيرة عشان يتحرك فيها، مش هقدر أربيه داخل المنزل، في بعض الحيوانات بتبقى صعبة في التعامل، في بعض الأنواع من الكلاب بتبقى شرسة أو مفترسة، فده برضه لازم يكون ليه طريقة معينة في التربية، أنا ما أربيهوش معايا داخل المنزل ممكن لو حد جه يزورني أو كذا فبالتالي الكلب مش واخد باله ممكن يتعرض ان الكلب ده يهاجمه او يعضه م. فده مهم جدا ان انا لما اربي حيوان اوفر له بيئه مناسبه م. افضل الحالات اللي تبقى سهله في التربيه والترويض داخل المنزل هي القطط القطط بتتحرك وبتتعامل داخل المنزل حجمها صغير المنزل مساحته مش محتاج مساحه كبيره بحيث ان انا اربي قطه فيه بتقدر تعود على مكان للحمام بتاعها وتقدر تعود على مكان للاكل نظيفة متبهدلش المكان عكس الكلاب الكلاب محتاج مساحة أكبر محتاج يكون عنده مكان مخصص ليه محتاج حد يقدر يخرجه كل يوم بصفة دورية ده مش موجود في القطط فبالتالي انا لازم اختار حيوان مناسب للمكان اللي انا قاعد فيه طيب هل لو انا مثلا مربي حيوان في البيت من المطلوب ان انا اراجع دكتور بيطري باستمرار حتى لو ما على الحيوان ده اي اعراض ده, ده جزء رئيسي مراجعه الطبيب البيطري في تربيه الحيوان داخل المنزل مش عشان الصحه بتاعه الحيوان بس ده كمان عشان الصحه بتاعه الانسان انا دلوقتي لو انا مربي حيوان داخل المنزل فده عرضه لاصابه باي مرض فانا باستمرار براجع الطبيب البيطري لان الحيوانات دي لها تطعيمات بصفه دوريه لها جرعات حشرات لها جرعات ديدان لها تطعيمات فيروسيه التطعيمات الفيروسيه دي انا, أنا لو مش مهتم بيها فبالتالي الحيوان ممكن يصاب باي مرض والمرض ده بالتالي هيتنقل الانسان صحيح. لو اتنقل الانسان هيبقى الموضوع صعب جدا في التعامل طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عبد الحليم القصبي استاذ الجراحه والتخدير بكليه الطب البيطري جامعه بنها نورتنا شكرا. يا فندم الله يبارك شكرا جزيلا الله يبرفعك.